ولكن بغيت يبقى الدراري حتى الاخر ما يزابيوش باش يقولوا لي سي جافي ريزون ولا لا. كيفاش تكوني نورمال بين البنات؟ هذا هو السوجي ديالي. الو انا اليوم ما جايش نوريك على الاوتفيت ولا على الفاشن ولا على تيتوريالز ميك اب ولا على شعرك ولا طفارك ولا وجهك ولا رجليك ولا تو سو جون دو شوز. جاي نوريك على شي حاجه بلو بروفوند مي بلو بروفوند. الا ما سالتكش البلان تقدري تزابيهم دابا. هاني اول تحدي كيواجه كل واحد منا سواء بنت ولا دري خصوصا البنات وانها خاصها تخلق لراسها ايدونتيتي ديالها هي في هاد الارض اللي عليها اكثر من 7 مليار ديال الناس. صعوبه ديال التحدي هو انه اولا خاصها تكون ايدونتيتي ديالها بلا تقليد, اي دوزيامون هو انه ديك ايدونتيتي في حد ذاتها خاصها تكون بشكل دون فاصون اسيكو تكون تكوني يو هاف تو وان انت اللي مشو دنتي اللي كيقلبوا عليك انت اللي ديك لا ستار اللي فريمون كلشي بغا. فاش نقول ستار كنبي على كوتي بيرسوناليتي. اغلب لي ديال البنات كيختصروا الطريق بزاف ديال لي راكورسي كاين مانيكور بيديكور مكياج اخر صيحات الموضه ايتترا. انا جو سوي با كونتر سا ابسوليمون با بيك جو سوي تري اوفيرت ا سا فيك ولكن جو نجي بعدا خاص يكون ساس خاص يكون لي فونداسيون اولا كوم لي فونداسيون يكون ساس صحيح اون بي نشوفو سيكونتير نشوفو كارلاج نشوفو لا بينتور ايتترا. تخيلي معايا انت اللي كتشوفني دابا بغيتي تشري واحد الدار نتي كتشوفني دابا مازال ما فهماش معايا مزال مازال ما ني با اون فاز معايا اون ديفازاج. اوكي تخيلي معايا بغيتي تشري واحد الدار مشيتي عطاوك داك لي وحده وقتي قدامها في الفصاد واو اخر ما كاين في لا بينتور اخر ما كاين في الميوار اخر ما كاين في البوا اخر ما كاين في الجاردينري ما عندك كيما تقولي تبهرتي. اون فوا حليتي الباب كيبان لك لي فيسيور كيبان لك لي فويت كيبان لك المشاكل. المهم داكشي ما واقفش على الصح. مشيتي للثانيه وقفتي قدامها كتبان لك كحله ميم با لو مورتي ما كاينش ميم با ما ضربنيش على المرطوب والو نادخ نادخ عليك. حليتي الباب كلشي متقوم ني فويت ني فيسيور كلشي على حق وطريق. نتي في هاد اللحظه حكيمي على راسك وقولي لي اين وحده غادي تختار. عندها حتى معنى صانا اوكان سونس مي اوكان سونس انك تكوني ضربه تقولي لي فيتا وفمك تبارك الله عليك ما كيخرج غير القناه. جمعتي وزني هضرتك وزني هضرتك قبل ما تخرج من فمك. فكري فكري حددي فكري مره وجوج ثلاثه عاد خرجها من فمك. طرزني ما تصغيش واهم حاجه اهم حاجه ما تصغيش كنتي بالطريقه وبالفطره وببساطه اللي خلقك عليها. نطقي غير من راسك وشوفي معايا واحد المساله. هاد القايب اللي فريمون واحد الحاجه بينيب انك تجلسي مع واحد الانسان اون بيرسون اكس عقلو خاوي ما جيتي ما كيناقش معاك حتى حاجه عقلها عامر غير بالخزعبلات سي لا ميم شوز. ما تجعليش راسك تحطي في ديك لاكاز وداك الموقف المحرج لانه مورا واحد لاغونكونت مع واحد لابيغسون سوا بنت ولا دري اون بيغسون اكس يرجعو للدار يقولو اوف نيني شحال تافهه اوف عقلها ما فيه حتى حاجه اوف ضيعت لي غير وقت. متحطيش راسك في هاد الموقف خدمي على راسك قراي قراي اي حاجه عمري عقلك عمري وقتك اي حاجه اي حاجه اي حاجه ابسط الايمان قراي غير روايات عبير قراي اي حاجه خدمي على لونغ ديالك خدمي على البرونونسياسيون ديالك خدمي على لو سي في بيرسونيل ديالك خدمي على راسك باش اوم تكون عندك ديك لا شونس ديال سكند ديت. كاين خيط رقيق بزاف من بين انك يكون عزيز عليك راسك و بيان سور ديال دوموزيل وما بين انك تكوني متكبره انه الناس يحسوا بهذا الشيء. ايه هو من حقك تي لا دوموزيل تو في لا دوموزيل ماشي ديما ديسبونيبل ماشي على بورتي دو تو موند ماشي يعني عندك واحد لي بيكي ديالها بيهم البورناج ديالك من حق ما لا اجي هو باغي ماشي مزيان خصكم ولكن اون ميم طون كل فوا ديسبونيبل كوني سامبا كوني عاليز خليك الناس تصنعيش الناس وبقى كريسبي يعني ما تمثليش لا دوموزيل. داك الفيمينيزم راه ما كيتمثلش الفيمينيزم الا كان نيت واذا كان حقيقي كيجي بويدو وكيكون واضح اكثر وكيكون حلو اكثر. Et voilà, c'est le sujet de l'aujourd'hui. Je l'ai fait avec un dessin, je l'ai écrit en rose. Et la meilleure récompense à la nature, c'est qu'on a vraiment cette dos. Et au moins, tu as vu que deux fois faire le sujet. Et voilà, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir assisté. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.